8 سنوات وجائزة التعليم للتميز تحتفي في كل عام بالمعلمين والمشرفين والطلاب وكل من يتميز في هذا القطاع في حفل سنوي بهيج، لا أبالغ إذا قلت إنه أصبح طموحا وحلما وهدفا للعاملين في هذا المجال. الجميل أن وزراء التعليم الذين تعاقبوا على الوزارة في هذه السنوات الثمان كلهم إصرار على بقائها ورعايتها ودعم المميزين داخل الوزارة. مثلما ننتقد التعليم على بعض ما نتمناه أفضل في هذا القطاع، اليوم ومن باب المهنية والإنصاف نحييه وسنحييه على كل خطوة إيجابية ترفع من شأن التعليم وتضعه في المكانة التي يستحقها. سنلقي مزيد من الضوء على هذه الجائزة مع ضيفي الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، وهو صاحب المركز الأول في جائزة التعليم للتميز لفئة المشرف التربوي الأستاذ محمد النصار، كما سيلتحق بي هاتفيا صاحب المركز الأول في جائزة التعليم للتميز لفئة الطلاب الطالب معن بخش. واسمحوا لي أرحب بالأستاذ محمد. أستاذ محمد حياك الله معنا في أهلا وألف مبروك لك الجائزة. الله يبارك فيك وحياكم الله، أنا سعيد بهالاستضافة وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على الجميع إن شاء الله. الجائزة كل اللي مروا في مواسم هذه الجائزة يقولون أنها تعطي حافز قوي، أنت اليوم تعيش التجربة، بالفعل هذا الحافز موجود؟ الحافز يبدأ من لحظة تقديمك على الجائزة، تبدأ ترى نتائج التقديم هذا ونتائج العمل على الجائزة، تبدأ تحفزك بشكل قوي جدا إلى أن تصل إلى نهايتها. الخطوة الأولى دائما هي التي تكون عائق أمام الكثيرين، أنه يضع قدمه في بداية الجائزة، فمجرد ما يبدأ في أول خطوة تبدأ الخطوات تتوالى، لأنه يبدأ يشعر بالإنجاز، يشعر بكم هائل من الأعمال والأشياء المنجزات والنسمحين المكتسبات الموجودة في ملفه. طيب بنوصل للحفل ولإعلان الفائزين، لكن خلينا نأخذها خطوة خطوة. كيف يبدأ التقديم على هذه الجائزة داخل الوزارة؟ يبدأ طبعا لحظة إطلاق الجائزة عن طريق اللي هو تعميم معالي الوزير، ثم تبدأ عدد الفئات تعمل على. إذا تحدد لنا الفئات أكون لك شاكر. عندنا أولا المعلم، الإدارة المدرسية، سمحنا الإدارة والمدرسة المتميزة، عندك المرشد الطلابي، والمشرف التربوي، والطالب، والعمل التطوعي. والعمل التطوعي من قبل مين؟ والإدارة المتميزة من قبل المدارس. العمل التطوعي من قبل المدارس. الإدارة المتميزة على مستوى إدارات التعليم، إدارات التعليم، الإدارات العامة والإدارات نسميها الإدارة العادية ونسميها الإدارة والإدارة العامة وإدارات العموم في الوزارة. طبعا للطلاب والطالبات يعني عموما، لمنسوبي الوزارة الجميع يعمل نفس الجائزة. طيب يعني بصراحة فئات متكاملة، معلم، طالب، إدارة، يعني الكل يتكامل في هذا الموضوع. بعد ما يجي التعميم يبدأ التقديم. يبدأ التقديم، بس في نقطة يعني إشارة إليها فيما يتعلق بوزارة التعليم، أن الجائزة تتوسع. يعني في بداياتها أول ما أطلقت كانت بدأت فقط بالمعلمين والإدارة المدرسية، ثم بعد ذلك توسعت في دورتها الثالثة ودخلت فئة المرشد الطلابي، بعد ذلك توسعت في دورتها الرابعة ودخل المشرف التربوي، ثم بعد ذلك أدخل العمل التطوعي وأدخلت أيضا الإدارة المتميزة. اللي أقصده أنه الجائزة تتوسع السنة القادمة إن شاء الله، والدورة العاشرة سيدخل فئات أيضا جديدة ما سبق لها المشاركة. عندك معلومة عن هذه الفئات؟ يعني هو يعني أشبه بمعلومات تخرج، لكن الآن كتحديد ما أستطيع أن يحدد لك. قول مثل إيش ومتأكد من صحتها. مثل رائد النشاط ومن ممتاز. المصادر يعني يستحقون. هي أصلا الهدف أنك تتيح الفرصة إلى أكبر قدر ممكن من العاملين بالميدان التعليمي أنهم يشاركون. طيب خلينا نشوف مشاعر معن بخش، واحد من الطلاب الفائزين. معن حياك الله معنا في أهلا وألف مبروك لك الجائزة. الله يبارك فيك. شكرا. معن انت في اي مرحله دراسيه؟ كان سنه اولى جامعه تحضيري. في سنه اولى جامعه تحضيري، في اي جامعه معن؟ الملك عبد العزيز. في جامعه الملك عبد العزيز. كيف تلقيت خبر فوزك بالجائزه؟ والله وقت ما عرضوا الترتيب وصلوا عند الثلاثه الاوائل، انا قلبي بدا يرشف. طيب الوضع كان موتر جدا. بدأوا بالثاني وبعدين باقي الثالث والأول، والله كان شعور لا يوصف. طيب معا بكل تواضع، توقعت فوزك ولا لا؟ لا ما توقعت.
ما توقعت؟ طيب كيف كانت إجراءات التقديم على الجائزة من البداية إلى الحفل؟ وأول شيء لما تفتح الجائزة اللي هو قبل شهر تقريبا فتحت، تقدم عليها عن طريق النت، عن طريق موقع الجائزة. بعد ما تقدم عليها يجيبوك على برنامج يعني يوريك إيش هي الجائزة، كيف توفي معاييرها، كيف تكتب البنود حقتها، وبعدين تبدأ في الجائزة. طيب نفس السؤال اللي سألته للأستاذ محمد في بداية اللقاء، الحافز اللي تصنعه هذه الجائزة جواتك حافز كبير فعلا ومهم وملهم لمستقبل تعليمي أفضل؟ صحيح صحيح. إيش الخطوة القادمة لك معا؟ إن شاء الله الخطوة القادمة راح تكون التقديم على جائزة حمدان بن راشد للطلبة الجامعيين. طيب الله يوفقك معا، وإن شاء الله نحتفي بك في كل الجوائز التعليمية أنت وزملائك الطلاب. شكرا جزيلا لحضورك معنا معا. كان هذا صوت واحد من الطلاب. هل تعتقد أنه فئة الطلاب مهم لها الجائزة أكثر ولا فئة أخرى؟ يعني أنا أشوف التركيز على المعلمين أكثر في هذه الجائزة. لا، هو التركيز على الجميع موجود، يعني كلهم يعني معنيين بالقضية هذه، لأن أنت من خلال الجائزة تبحث عن الممارسات المتميزة، أن تريد أن تحول البيئة التعليمية إلى بيئة احترافية أكثر مؤسساتية بشكل قوي، فأنت مضطر إلى أنك تضع الجائزة لجميع الفئات. الطالب ستكون الجائزة يعني تخدمه في حياته في مجال اللي هو نمو وتطوير نفسه وتحسين ذاته. نفس الموضوع أيضا للمعلم، للإدارة نفسها، للمرشد، للمشرف. لما تبحث عن المكتسبات اللي يحصل عليها المتقدم يجدها كبيرة جدا، ويجد أن الجائزة أصبحت كالنقطة الحرجة، نقطة تحول في حياته، نقطة تحول كبيرة جدا في حياته. قد يكون هو إنسان منجز ومتميز في السابق، لكن حينما يدخل للجائزة تتحول هذه التميز السابق من كونه أعمال أو جد واجتهاد عام إلى عمل احترافي مؤسسي دقيق يتابعه ضمن معايير وضمن مؤشرات معينة، يحرص على أنه يوثق أعماله، يضع شواهد، فتتحول العملية من كونها يعني رغبة وشعور جميل إلى رغبة وشعور جميل لكن وتحفيز أو حافز وفيها عمل احترافي. يا سلام، جميل. الحين معا حكى لنا تجربة يوم الحفل، أنت وش تحكي لنا؟ والله يعني الأمانة الجائزة جزاهم الله خير لابد يضعوا لنا مجموعة من الأكشن. طيب فطبيعي جدا وحصل الحقيقة التوتر لابد يعني، لكنه في النهاية لما تفكر في الموضوع أنت رشحت ضمن العشرة الأوائل طيب. على مستوى المملكة ضمن 17,000 متقدم، فهذا بحد ذاته هو مكسب لك. هم ينادوا العشرة؟ أول شيء يبدأون في السبع المراكز المتأخرة من العشرة طيب. ثم بعدين يبدون يقدمون المراكز، يبدأون في إعلان المراكز ولا إعلان وتكريم؟ يعني عشرة اللي يكرمون؟ يكرم العشرة ما شاء الله، ممتاز. طيب وصلنا للثلاثة؟ لا، إذا وصلت للثلاثة خلاص أنا تدخل عاد حالة الأكشن. طبعا أنت من تسلم من موضوع السبع أعداد هذه تضمن نفسك في الثلاثة الأولى، بعد ذلك تدخل عاد عملية اللي هو الرغبة. طبعا هنا تكون قوية جدا أنك تكون متقدم تحصل على المركز الأول. لحظة سماع اسمك كيف كانت محمد؟ وصف لنا الشعور. يعني يمر أمامك جميع يعني جميع لحظات حياتك ولحظات العمل، لحظات الأشخاص اللي تجدهم كانوا محفزين ودافعين، الناس اللي تسمع منها دائما يعني تكون راغبة أن تتمنى لك أنك تأخذ المراكز المتقدمة. تظهر صورة والديك يعني بشكل كبير جدا، تشعر بأنهم الآن يفخرون بك تمام الفخر، يعني أن كونك وصلت إلى هذه المرحلة وحصلت على هذه الجائزة. الجميع طبعا، أنا أقول الجميع، العشرة الأوائل في جائزة التميز كلهم على مستوى المملكة هم تقريبا يعني لو بحثت حتى في القيم اللي حصلوا عليها والدرجات ستجدهم متقاربين، الفروق بسيطة لا تمثل، وهذه بصراحة تعطيك انطباع جيد وقوي. الشيء المهم أيضا أنك أصلا لا تترشح إلى الجائزة إلا أن تحققت درجة عالية من المعايير
يعني من أحد الأشياء المهمة في جائزة التميز أنهم وضعوا مستوى عالي حقيقي، إذا ما استطعت ممكن تحجب الجائزة. في أحد السنوات حجبت جائزة المجتمع التربوي. احنا بحاجة إلى هالقوة في تمحيص الجودة، خليني أسميها إذا صح التسمية وصح التعبير. العام هذا أيضا حجبت جوائز في العمل التطوعي، حجبت جوائز على مستوى البنين وعلى مستوى البنات. ممكن تشرح لي بس قبل العمل التطوعي نفس السؤال اللي سألته المعنى، أنت وقعت فوزك بالجائزة؟ الحقيقة أنك تأخذ المركز الأول صعب أنك تتوقع هذا الشيء، لكن يعني توقعت أنك تكون ضمن الثلاثة مثلا، ما أعرف أنا ألمس ثقة كبيرة في كلامك يعني، خلينا بتواضع قلنا والله شوف الوزارة يعني أو الأمانة سووا حركة جميلة، وهي كان فيها أخرجوا أفضل الدرجات في المجالات. أي وأنت مثلا ما خرجت، أنا ما خرجت من ضمن المجالات الأفضل. أي يعني كأفضل درجات، فهنا يعطيك انطباع بأنك لا ممكن ما تكون من ضمن الثلاثة الأوائل. وتحصل أشياء خلال والله شغالين على موضوع التشويق إلى اللحظة الأخيرة، إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة، حتى في عد الثلاثة الأوائل يستخدمون أسلوب التشويق، يبدأ بالثاني ثم الأول. بصراحة من حقهم يعني، بصراحة من حقهم، هذه ليلتهم يعني. عموما لله الحمد يعني الإنسان اللي يصل إلى أن يكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة يعد مكسب كبير جدا. بالضبط. وأعرف أنك ما بينك وبين الأول إلا أحيانا قد تكون نسب بسيطة جدا ما تمثل فارق يعني في جودة عمل. نعم، وخلينا نتكلم بصراحة ومنطق، أنه القيمة العظيمة أنه كسبنا 10 مميزين. صحيح. يعني صحيح. أوكي محمد فاز بالمركز الأول أهلا وسهلا، بس أنا كاسب 10 مش كاسب محمد بس يعني. صحيح. يعني هذا أمر مهم جدا. طيب العمل التطوعي وصلنا له، وش فكرة فئة العمل التطوعي؟ الفئة هذه أنه المدرسة تقدم مشروع تعمل على طبعا مشروع يخدم المجتمع، ينفذ أحيانا داخل المدرسة وخارج المدرسة. المشروع ذا يبدأ بعملية تخطيط وتقويم وتنفيذ، تنفيذ وتقويم. جميل. يعني هو إعداد، أول شيء إعداد للمشروع، ثم عملية التخطيط، ثم عملية جميل. التنفيذ، ثم التقويم. يعني في نوعا ما يسمونه المنتج. هو الجائزة غالبا تشتغل على ثلاثة جوانب، جانب اللي هو الفردي الشخص ذاته اللي هو مثل المرشد المعلم، والجانب المؤسساتي يدخل فيها المدرسة ويدخل فيها الإدارة المتميزة، وجانب المنتج لأن العمل التطوعي يشبه بالمنتج. جميل. بالتوفيق لهم حقيقة جميعا، شكرا لك ولحضورك معنا، نكرر لك التهنئة وإن شاء الله من تميز إلى أفضل بإذن الله تعالى. شكرا لك، وأنا سعيد الحقيقة بهذه الاستضافة، وأتمنى نكون قدمنا شيء لزملائنا في الميدان. وإذا سمحت لي فقط يعني أنا كنت مثلكم يعني أقدم وأؤخر حتى أني أقدمت فعلا بتحفيز زملائي واللي حولي. ندمت أني تأخرت في التقديم، ولذلك أنا يعني أطلب من الجميع أنه يبادر، أن تبادر، وستجد ثمرة هذا الشيء حتى لو لم تخرج ضمن العشرة الأوائل، ستجد لعملك قيمة كبيرة جدا، ستجد منجز. أنا أحد الأشياء التي أعتبرها منجز في حياتي أن أمامي الآن 5 مجلدات تمثل إنجازاتي خلال الأعوام الماضية. جميل، بالتوفيق لك أستاذ محمد، وشكرا لك، وكرر لك التهنئة. شكرا للأستاذ محمد النصار، وأبارك له كما نكرر التهنئة والتبريك إلى معن بخش اللي كان معنا، وإلى كل الفائزين في كل مجالات الجائزة لهذا العام. وشكرا ثم شكرا ثم شكرا لوزارة التعليم ووزير التعليم على اهتمامهم بمثل هذه الجائزة التي نحتاجها كثيرا.